بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه واتم التسليم. اعزائي مشاهدي قناه مشروع كل يوم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم ان شاء الله نتكلم على فكره مشروع من المشاريع المطلوبه والمربحه بشكل كبير، منتج عليه طلب بكميات كتير في الوقت الحاضر والوقت المستقبل ان شاء الله، لانه منتج يعني مش موجود كتير في السوق. مشروع النهارده ان شاء الله هو مشروع الاكياس الورقيه. طبعا حضراتكم عارفين ان الاكياس البلاستيك في دول كتير دلوقتي وقفت او منعت او بدأت تمنع تصنيع او تراخيص هذه الاكياس البلاستيك، بما فيها طبعا المغرب، موريتانيا، الامارات، في السعودية حاليا، في اغلب دول الخليج، لان طبعا اتجاه العالم كله دلوقتي ان هو يوقف اي حاجة فيها تلوث للبيئة وفيها حاجة بتضر البيئة او بتضر صحة البني ادم. النهاردة هنتكلم على جميع الموديلات بالتفصيل، هنتكلم كمان على انواع الماكينات وكل نوع ليه. النوع الاول عندنا ليه موديلين، النوع الثاني ليه ثلاث موديلات. هنتكلم على مميزات المنتج، نتكلم على مراحل تصنيع المنتج، خط الانتاج بتكون من ايه، مميزات خط الانتاج، هنتكلم على طرق التسويق ودي حاجة مهمة جدا في اي مشروع، هنتكلم كمان في النهاية على كيفية شراء خط الانتاج. في بداية الفيديو بقدم لك اهم نصيحة، وهي دراسة الجدوى لهذا المشروع. بجانب دراسة الجدوى احنا محتاجين حالة السوق او دراسة حالة السوق من ناحية العرض والطلب، ودي حاجة مهمة جدا، ودي الحاجة اللي بيعملها صاحب المشروع، ان هو بينزل السوق بيشوف المنتج اسعاره كام، وبيشوف المصانع الكبيرة وتجار الجملة اسعارهم كام، وكمان تجار التجزئة اللي هو هيورد لهم اسعارهم كام، بيعمل فرق بين السعرين ويشوف باقي تكاليف المشروع من ناحية طبعا شراء الماكينات ومن ناحية الإيجار إذا كان المكان إيجار. طبعا كل ده بيبان في دراسة الجدوى، لكن أهم حاجة في المشروع هي البداية، دراسة العرض والطلب بالنسبة للسوق. منتج اليوم صديق للبيئة، غير ضار للبيئة، وغير ضار للأطعمة المحفوظة بداخله. إن شاء الله هنتكلم على كل هذه الخطوات بالتفصيل، لكن قبل بداية الفيديو أتمنى دعمك للقناة بالاشتراك وتفعيل زر الجرس والضغط على اللايك لو استفدت من الفيديو، كمان لو في أي استفسار بترسلنا في التعليقات. انواع الماكينات، الماكينات عندنا في نوعين من الماكينات، ماكينات ليها قاع سفلي حاد مستوي زي قدام حضراتكم، ما بيكونش ليها اي قاعده، ودي ليها موديلين من الماكينات. عندنا اول موديل وهو الجي 250، بتيجي عرض الكيس من 70 الى 250 ملي، الطول الكيس بيكون من 100 الى 450 ملي، وسرعة الماكينة في الدقيقة حوالي 70 متر. النوع الاول بيكون بالمتر، النوع الثاني بيكون بعدد الاكياس المنتجة من هذه الماكينة. ده كده اول موديل. الموديل الثاني عندنا الجي 350، وبيكون عرض الكيس فيه من 70 الى 350 ملم، وطول الكيس من 150 الى 700 ملم، سرعة الماكينة 140 متر في الدقيقة الواحدة. عندنا النوع الثاني من الماكينات وهو الماكينات ذات القاع السفلي المربع، نفس الاشكال قدام حضراتكم دي هي كده بالظبط. عندنا فيها ثلاث موديلات، الموديل الاول وهو الجي 190، طبعا عرض الكيس بيكون من 80 الى 200 ملم، طول الكيس بيكون من 90 الى 370 ملم، والقاعده بتكون العرض بتاع القاعده 50 الى 105 ملم، سرعه الماكينه 70 كيس في الدقيقه الواحده. النوع الثاني من الموديلات عندنا 330، الجي 330، وده بيكون عرض الكيس من 120 الى 330 ملم، والطول الكيس بيكون من 270 الى 530 ملم، القاعده بتكون العرض بتاعها من 60 الى 180 ملم، وسرعه الماكينه 250 قطعه في الدقيقه الواحده. طبعا من المهم انك تعرف انواع الماكينات او موديلات الماكينات، لان طبعا اي حد بيقبل على هذا المشروع ان هو في دماغه ان الماكينة بتصنع كل الاكياس او كل الاحجام. طبعا الماكينات دي زي ما قلت لك في منها خمس موديلات. الموديل الاخير معانا في النوع الثاني هو الجي 450، وده بيكون عرض الكيس من 260 الى 450 ملي، وطول الكيس من 270 الى 530 ملي، اما القاعده بتكون عرضها من 80 الى 180 ملي، وسرعه الماكينه 150 كيس في الدقيقه الواحده. كده استعرضنا اهم حاجه معانا النهارده، وهي انواع وموديلات الماكينات. دي كده الماكينة بالشكل الأساسي بتاعها. عندنا في بعض الإضافات بالنسبة للنوع الأول وهو
بدون قاعدة، ممكن تضيف عليه حاجتين، انك تضيف قطعة شفافة للكيس، وممكن تضيف لاصق في اعلى الكيس بيكون دبل فيس او وان فيس على حسب طلبك طلب العميل. النوع الثاني اضافاته بتبقى نفس النوع الاول، ممكن تضيف قطعة شفافة في عرض الكيس، وممكن تضيف لاصق برضو اعلى الكيس، والاضافة الثالثة انه الكيس بيكون بيد. طبعا النوع الاول ما ينفعش فيه اليد علشان ما بيكونش ليه قاعده، النوع الثاني ممكن تضيف له يد ما فيش مشكله. طبعا الاكياس ممكن الاضافات دي حسب الرغبه وحسب طلب العميل. لو اتكلمنا على مميزات الاكياس الورقيه عن اكياس البلاستيك، رقم واحد تتميز الاكياس الورقيه بانها امنه على الاطعمه الموضوعه بداخلها، لانها لا تحتوي على اي مواد ضاره موجوده في المواد الخام بتاعتها. رقم اتنين ممكن تتحرق بدون انبعاث اي ضرر على البيئة والصحة، ودي اهم حاجة غير ضرر للبيئة او بمعنى صح صديقة للبيئة. الحاجة الثالثة سهولة تحللها، ودي الميزة الكبيرة عن الاكياس البلاستيك. طبعا الاكياس البلاستيك تحلل لوقت طويل، اما الاكياس الورقية فتتحلل بعد اشهر قليلة من عدم استخدامها. لو اتكلمنا على مراحل تصنيع الاكياس الورقية في جميع المكن اللي احنا او خطوط الانتاج اللي استعرضناها من شويه، رقم واحد مرحله التغذيه الاوتوماتيكيه. بيتم في هذه المرحله تغذيه قطع الورق المطبوع بطريقه اوتوماتيك داخل خط الانتاج. برضو من ناحيه الطباعه عندنا في ماكينات بيكون مدرجه فيها الطباعه، وفي ماكينات ما فيهاش طباعه، يعني انت بتحتاج ان انت تطبع الرول خارج خط الانتاج. المرحله الثانيه عندنا مرحله التشكيل، بيتم فيها وضع الغره او الصمغ على الاكياس عشان يتم لصقها اسفل الكيس. المرحله الثالثه مرحله التغذيه الثانيه، وبيتم فيها تغذيه الاكياس الورقيه لماكينه اخرى في خط الانتاج، بعدين بيتم لصقها عن طريق الصمغ او الغره الساخن زي ما قلنا عن طريق الرش الاوتوماتيك. خط الانتاج الاكياس الورقيه نصف اوتوماتيك، بيتكون من ماكينه تشكيل الاكياس الورقيه وماكينه لاغلاق الكيس من اسفل الكيس. لكن طبعا احنا عندنا ماكينات اللي احنا بنستعرضها ماكينات اوتوماتيك بتتكون من جزئين، ماكينه التشكيل وماكينه اغلاق عده الكيس. مميزات انتاج خط الانتاج، رقم واحد السهوله في تشغيل ماكينه خط الانتاج، يعني اي شخص ممكن يشتغل عليها حتى بدون خبره. الحاجه الثانيه سهوله ضبط الماكينه حسب ابعاد الورق المستخدم بها. الحاجه الثالثه السرعه العاليه في الانتاج. رقم اربعه بتميز خط الانتاج بالتصميم العملي والبسيط، ده بيخليه سهل في اجراء الصيانه الخاصه بيه. هنتكلم دلوقتي عن حاجه مهمه جدا وهي تسويق المنتج. رقم واحد توزيع مطبوعات إعلانية على تجار الجملة والمناطق التجارية اللي احنا متواجدين فيها. رقم اتنين ممكن تورد منتجات الاكياس الورقية المختلفة لمحلات زي الهدايا ومحلات الملابس، مستحضرات التجميل وغيرها من المحلات. رقم ثلاثة التسويق عن طريق الانترنت وموقع التواصل الاجتماعي، ودي حاجة مهمة جدا في أي مشروع، ويتميز هذه الخطوة التسويق عن طريق الانترنت أو التواصل الاجتماعي بأنها سهلة وأنها ليها عملاء كتير جدا. رقم أربعة البيع تجار المنتجات الورقية، بنورد لهم منتجات، لأن طبعا كل ما يخص العملاء اللي بيشتغلوا في الأكياس الورقية احنا بالنسبة لنا دول هدف للتسويق. رقم خمسة عمل عروض خاصة لأصحاب المحلات اللي بيكون بالنسبة لنا عميل بشكل مستمر، بنحاول نحن نعمل عروض خاصة ليهم لتشجيعهم على الشراء. رقم ستة ممكن توزع عينات مجانية على أصحاب محلات الخضروات والفاكهة والأطعمة علشان تجربة المنتج، وده طبعا بيكون بكميات قليلة. بالنسبة لشراء خط الانتاج للأكياس الورقية، طبعا خط الانتاج مش بيصنع في الدول العربية او اغلب الدول العربية، بيكون طبعا خط الانتاج 100% استيراد، لذلك عليك انك تتجه الى شركة استيراد وتصدير ان هي تشتري الخط. طبعا ده بيكون بمقابل عمولة، لكن قبل ما تبدأ في الشراء عليك ان انت بتسأل اي مخلص جمركي او تسأل الشركة المستوردة لهذا الخط تكاليف الشحن وتكاليف الجمارك والعمولة عشان تبقى عارف السعر النهائي بتاع هذه المنتجات. طبعا اسعار الماكينات متوسطها، يعني المتوسط بتاعها بتبدا من 55 الف دولار الى 130 الف دولار بالنسبه للماكينات اللي ليها جوده عاليه. في طبعا ماكينات اقل من كده تبدا من 15 الف دولار او 10000 دولار موجوده على موقع علي بابا، لكن بتكون يعني ليها مواصفات معينه او مش شامله كل المواصفات اللي احنا اتكلمنا عليها.
بكده احنا اتكلمنا على انواع الماكينات وموديل لكل ماكينه، ودي حاجه مهمه جدا في بدايه المشروع. لازم تحدد انت هتشتغل في ايه، ايه الاحجام او المقاسات اللي انت هتشتغل فيها. ده طبعا بناء على دراسه حاله العرض والطلب بالنسبه للسوق، ايه المنتج اللي عليه اكتر، اللي عليه اكتر تسويق واللي عليه اكتر شراء في السوق تبدا تشتغل عليه. طبعا ده بيكون بدايه المشروع، لكن ممكن تتوسع بعد كده ان انت بتعمل اكتر من خط انتاج. ده كان فيديو النهارده اعزائي المشاهدين. مش هقدر اقول لكم طبعا دراسه جدوى للمشروع بالارقام، لان طبعا تختلف من ماكينه للتانيه او بتختلف من شخص للتاني حسب راس المال وحسب الامكانيات والمواصفات الفنيه لكل شخص. يعني حاول تعمل اهم شيء دراسه جدوى، دراسه عرض وطلب للسوق، ودي زي ما قلت لك اهم حاجه في المشروع قبل بدايه شراء الماكينات. بعد تعمل دراسه جدوى للمشروع عند احد المتخصصين في هذه المجالات. في نهايه الفيديو اتمنى ان تكونوا استفدتوا من الفيديو بشكل مختصر، لان طبعا المشروع مشروع كبير ومشروع مطلوب ان شاء الله في الفتره اللي جايه بشكل كبير. حاول تدرس او تعرف عن المشروع اكتر، وتسمع وتقرا وتاخد فكره عن المشروع اكتر من كده. اتمنى دعمك للقناه بالاشتراك واللايك اذا عجبك الفيديو، ولو في اي استفسار من ناحيه اي حاجه في الفيديو بترسلنا في التعليقات. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.